يا قفا حاشا لله عصا شيك ويانك دادا نغطي دويا وقري. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. الف مبروك لاهل الصومال. اهل الصومال عندهم رئيس جديد الان بعد الانتخابات. الرئيس حسن شيخ محمود هو فاز في الانتخابات، كان في 4 منافسين وهو اللي فاز في الانتخابات الرئاسيه. تتواصل احتفالات الصوماليين في كل ارجاء العالم تعبيرا بفرحتهم بانتخاب الرئيس الجديد حسن شيخ محمود رئيسا للصومال، خلفا طبعا للرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله فرامجو. هلأ حنشوف الاحتفالات وحنشوف أهل الصومال وهم بيحتفلوا بالرئيس الجديد حسن شيخ محمود. يلا محلى اللبس. أحلى الموسيقى سياسي حيل الصوماليه حير انت يا قان طلع حيك صندقه حكتو دنا ورستا طلع حيك صندقه حكتو دنا ورستا عشاك يا قفا حاشا إذا بتعرفوا اللي بيغنوا اكتبوا لي الأسماء تحت. حسن شيخ ويا حسن شيخ صوتها حلو سياسي هيلا بلهو هايد انت يا قار طلاحيك صندقو حكتو دانا ورستا طلاحيك صندقو علم الصومال حلوة اللمسة هاي علم الصومال جدا حلوة حاشا لله يا حسن شيخ ويا حسن شيخ ويا هذا اسمه حسن بودنا حسن شيخ وكل حلاني بودنا حسن شيخ الكنوهاي بودنا حسن شيخ وكل حلاني بودنا حسن شيخ الكنوهاي وكل حلاني الكنوهاي قرن ماذا تحوت جسا ديوان كيف حريقا نو حدك بتباقسا ولي لحق الكريم حدك بتباقسا ولي لحق الكريم الشوت هي قفقة حاشا لله حاشا لله حسن شيخ ويا رد ماذا تحو جساد ديوان كف حريقا عداد بتباقسا ولي لحق الكريم عداد بتباقسا مرنبا لحق الكريم الشوق يقف حاشا لله حسن شيخ ويا حسن شيخ حسين حجي وحقاقه رفضت هذه الجاليه في مكان معين ولا في الصومال تقولي برضه تحت حشك يوقف حاشا لله يا حسن شيخ ويا حسن شيخ حسين حجي وحقاقه حلف ذا دولاد هاي حقيقه وحسين حجي وحقاقه عشت يا قفا حاشا لله حسن شيخ وياني
حسن شيخ ما انش عارف شو بالضبط مدنا حسن شيخ واكل حلالي مدنا حسن شيخ في الكنوم هاي مدنا حسن شيخ واكل حلالي مدنا حسن شيخ في الكنوم هاي واكل حلالي في الكنوم هاي واكل حلالي في الكنوم هاي واكل حلالي في الكنوم ما أجملكم عن جد ما أجملكم وما أروعكم وروحكم الحلوة وخفة دمكم يا أهل الصومال شو هذا شو هذا عن جد هلا أنا بدي أعرف هاي وين في هاي جالية في مكان معين ولا في الصومال اكتبوا لي تحت في التعليقات اللي بيعرف واللي بيعرف البنت اللي بتغني هاي صوتها مش طبيعي ما شاء الله ما شاء الله الله يحميها اكتب لي تحت برضو في التعليقات شو اسمها طبعا يعني مبين الفرحة والانبساط بالرئيس الجديد وأنا كمان مبسوطة يعني ومتفائلة خير إن شاء الله ويكون رئيس يعني يعمل لكم اللي بدكم إياه وينهض بالبلاد أنا بعرف إنه الرئيس السابق كمان كان كتير منيح يعني كتير ببعثوا لي صومالية إنه هو كتير منيح وساعد الصومال إن شاء الله يكون الرئيس الثاني هذا الجديد طبعا كمان يساعد أهلنا في الصومال والصومال يتطور كمان وكمان في معنا كمان احتفال رح نسمعه يلا هو نفس اللبس ونفس المكان يمكن أغنية ثانية هلا بنشوف الله خفت الدم إيجابيين دات كغحيه
دل كم باباي دل شيشي دي باداتي كوا دريا دا دوك سواي دادا لوتكي دويا وكوري اندي بلوري اسكو دوغو وادريا دي داد كسومار كوا دورتي دوكا قباري أشوف أهل الصومال مبسوطين، يعني عن جد عن جد طاقة إيجابية. شفتوا الجمال؟ شفتوا يعني عن جد الجمال، خفت الدم، قديش مبسوطين يعني متفائلين خير. يا رب يا رب إن شاء الله يكون رئيس خير هيك عليكم يا أهل الصومال، وألف ألف مبروك كمان مرة. إذا حدا عنده احتفالات تانية، أنا هاي الاحتفالات اللي انبعتت لي، بس إذا حدا عنده احتفالات تانية لأهل الصومال بالرئيس الجديد يا ريت تبعتوا لي عشان أعمل عليها ردة فعل. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وانشروا هذا المقطع في كل مكان، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، موجود الروابط في صندوق الوصف، ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.